في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح اسقوا
أبجي أطئت صوتي أي 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 شاش بن صوب من بول خم بايت دلتن عين بكران جايس بيم دي اير ما بيم بكران واي جم نمتي بورني اون اف نوت تاني نوتي بيالي سينوز بيطاويز بيبن صوتي عبير سوماتي خود عبيد شي صاريك سيفون خين بابن ومسو ابن ميفون خين ماريا تيشلي تسعوه عبون امبني بين امبنو جيكتر في وراشين اتنمو سليل بدير مارنو اشتمو بو اندن ارهم نو سندف مو ماريا تشيرون بيس ناسوس هو انت نوشي بولخن واسمي انسال الجيشيريني ماريا اسما بن منوين شيريني ماريا بصوت نظام بنيوت شيريني ماريا ما بن بما انفوت شيريني ماريا سليل نفا شيريني ماريا دونو فني جيني شيريني ماريا براشني بالبسمي شيريني ماريا دي برسين وسنطا مي شيريني ماريا بنوي من نوي شيريني ماريا دي أتسل بن سمني شيريني ماريا بهموت أبرام شيريني ماريا بكلو من أسلوم شيريني ماريا صوت نساق بسوام شيريني ماريا اسمع بن بس اوام شيريني ماريا بسليل يعقوب شيريني ماريا هانز باين كوب شيريني ماريا بشوشو ان يوزا شيريني ماريا اسمع بن بس اسبوطان شيريني ماريا بعيوي شموي سيس شيريني ماريا ما بين بيزيس بوتيس شيرين ماريا تايون ساموين شيرين ماريا بشوشم بسرائيل شيرين ماريا بتقرنيو باسمي شيرين ماريا بوني نانامي شيرين ماريا شيريني ماريا تأتسل بن سمني شيريني ماريا تجبرن سولومون شيريني ماريا بتشيس نزيكيون شيريني ماريا بقاين صايين شيريني ماريا بطلت شون ارميا شيريني ماريا بإيمن زكين شيريني ماريا خرستو دانيل شيريني ماريا تقومن إليا شيريني ماريا بهموت نليسيون شيريني ماريا تيسيو توكوت شيريني ماريا اسمى فينيسوس بخريستوس شيريني ما تتشيرون بيس نسوس شيريني ماريا اسمى فينيسوس شيريني ماريا جيني بروف تستيرو وابقو اموس هب ابنوتي بيلو غوص طفتش صاريك سنخيتي خنوم توان اتساجم بسريتي اشو سيالي صوت اهوتي بشبوت انت عارون او سياس من الموت اشبه بشبوت ايفن اماري جنسو بمتبوس انتظبر سنية
اسمي خرسون سي ابي تشيرمت تشوسي بلغس نايزي اهي تني سبشي نمني سبرز يا اونا نبشو اسمو برين تكليسي تاتي اويرو تيسي اوتوكوس كفرون تكليسي وين اني بستوس مارنتي ويروس اسرس طبيقون نارن باسم ريت سربكون اني بول اموتي ماريه بارسينو تيرنس او بنت بستوينو في ديت موضوع بول اصبري بول أبني بطري نم نبرو فيتي إبريت بيش بوت انت آرون بيو بطبيري بول أبو بتنكر بوجان أنشينيز برمان رومي صوي أنت كو إنجتي بارزيني أز ببايت انتي أوني أوسي أوتو قسمتي أوهم بيشيري إسرم كوناني رزبا فينا ريا قونو تنشويس النفتر انتي سأوتو قد ماريا اسما بن بن صوتير انتي فكاني نو فينا نبول أرب رئيس فينا ريقون أني عرشي أنجلوسيس أواب ميخايل نمغبريل انت فكانن نو فينا نبول يا ملك السلام عطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا فرق أعدائي صحصنا بالإيمان بحصن علي يمنيا فلا تتزعزع أبدا إما نوئل إلى نكاين في وسطنا الآن بمجد أبي والروح القدس شاركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا السلام لك يا مر يا أم الله القدس السلام لك يا مريم يا بكر بات وعروس السلام لك يا مية بوت عدن السلام لك يا مريم يا سمر الذي تم السلام لك يا مريم يا جنة وفردوس السلام لك يا مريم حملت الغير محسوس السلام لك يا مريم يا خليلة سليمان السلام لك يا مريم يا دواء يبري التعب يا مريم يا ذات البتولية السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحي السلام لك يا مريم زرع طاهر مبرور السلام لك يا مريم يا سلمى نشر السلام لك يا مريم يا شافع في المؤمنين السلام لك يا مريم يا صلاحا للخطين السلام لك
يا مريم يا ضياف البرية، السلام لك يا مريم يا طهرة ونقية، السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب، يا ميا ضيوف سالك، لك يا مريم يا غالية وسمينة، السلام لك يا مريم يا فضلة وأمينة، السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب، السلام لك يا مريم يا كنز الله المعروف، السلام لك يا مريم يا لوح دل جديد، السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد، السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغبوط، السلام لك يا مريم يا هيكل نقي مضبوط، السلام يا مريم يا واحدة الإله، السلام لك يا مريم يا لائق له في علاه، يا أوت غالي الأسمان، السلام لك يا مريم يا زهرة في الفستان، تكبير اسمك بأبواب كل الكل يقولون يا إله العذراء ماريا أعنا أجمعين خير نفران إمف يوتين صاعد إلى العلو بهذا التمجيد
اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا المرضى اشفيهم والذين رقدوا يا رب نيحهم اخواتنا الذين في كل شده يا رب اعنا واياهم فليباركنا الله ولنبارك اسمه القدوس في كل حين تسبيحته دائما في افواهنا جبل تتريا سجي كيفولت نوشت موست انتي اونس يا رب واسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا ايسون كريالا ايسون كريالا ايسون ايريني باسي تتبنى ماتي أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا خاطب تلاميذ القديسين رسل أطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتان يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بإنجيلك المقدس بطلباء آتي قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرنا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبق فرقدوا نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت خلاصنا حياتنا قيامتنا كلنا المزابيد الليلو يا سوت امتشير يا نبرك بك مشاري وبشن بلا وستبني بي تبيو جابير وارئي بسميني بساي جنزو بيب شوي سليلو يا قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مارمة البشير التلميذ الطائر بركاته على جميع ترني صوت بيرس وسبشين بنوتية أنخ بأقو نفسا إني بيو عن ميش انت وصالي خيم بيو انت بيو بشو يسبشو سبي بفران ني بروفيتيز بفران بيو موش انت بساطناس بفران ميش انت مريو بيو فا بنوتي بيو من تراتي المزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا فقام على الصخرة رجليا وسهل خطواتي وجعل في فمي تسبيحا جديدا وسبحا لإلهنا
ربنا إلهنا مخلصنا ملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أظهر لهم إني لا أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الإثم كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط لأن أساسه كان ثابتا على الصخر أبانا الذي في السماوات يأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا جبافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لكن نجينا من الشرير لك إمارستوس إيسوس بن شوي كيفالا سيمون تقريو كلنا إنو بيون سو كيريا روس خومين سو متوفوا كيريني باسي يدوم نوماتي سيد ربي يسوع المسيح من الله الوحيد كلمة لا يبقى تعمزها كل الرباطات خطين كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بصغر نفس روح بشر اللهم نعم لنا بغفران خطايانا باركنا حاللنا طاهرنا قدسنا املأنا من خوفك قومنا لإرادتك ثبتنا في إيمانك امسح بدمك كريم التمجد أبيك الصالح والروح القدس أمين كريا ليسون
كيريا ليسون كيريا ليسون. تفضلوا ارتاحوا. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيك دايما بيحلو المديح. أمنا يا أم المسيح، يلي فيك دايما إيه قلوبنا بتحبك حب ملوش مسير، عايزين نفضل جنبك ونقول تراتير. قلوبنا بتحبك مسير، عايزين نفضل جنبك ونقول تراتير. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، ياللي فيك دايما من له أذنان للسامع فليسمع. روح للكنائس مكتبة الصوتية بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة صوم الست العذراء. ودلوقتي معانا فقرة 10 دقايق كده بمناسبة صوم العذراء، نسمع الاستاذ هاني جورج هيقول لنا ايه وربنا يديله نعم. خلاص نوح، دي صفة من صفات العذراء، المدايح بتاع العذراء بيديها خلاص نوح، تقول نعمة إبراهيم، سلام إشعياء كده يعني. تفضل يا أستاذ هاني. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. إحنا لما نيجي بنمدح العذراء نقول لها السلام لك يا مريم يا خلاص نوح. طب إزاي العذراء كانت خلاص نوح ونوح جه قبل العذراء بحوالي 3000 سنة؟ يعني قصة نوح من 5000 سنة والعذراء من حوالي 2000 سنة، يبقى بلا 3000 سنة. لما نيجي نشوف ربنا في العهد القديم لما شاف الشر البشر كله والشر كان مالي الكون كله، كانش فيه بار واحد غير هو نوح، فقال لي نوح اعمل نفسك فلك عشان خلاصك، ولكن الفلك ده هياخد مين معاه؟ هياخد معاه 7 كمان، يبقوا هم 8 اللي خلصوا بفلك نوح. علشان كده رقم 8 دوت رقم الحياة الجديدة، رقم الحياة الجديدة. الختان كان في العهد القديم كان في اليوم الايه؟ 8، رمز برضو للحياة الجديدة. السيد المسيح لما جه قام من الأموات قام في اليوم الايه؟ يوم الحد، اللي هو كان بيرمز لليوم الايه؟ اليوم 8. عشان كده ربنا خلى نوح هو ومراته وولاده التلاتة وزوجاتهم يبقى 8 أنفس اللي هم نجيوا في الفلك. طيب. إما جه ربنا رسم الخلاص لنوح عمل إيه؟ قال له تبني الفلك. طيب. واداله مواصفات خاصة للفلك. قال له ما تيجي تبني الفلك يا نوح ابنيه عرضه متر وطوله 6 متر. وده كان بيختلف قوي 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 على الطريقة اللي كان بيبني بها السفن في العهد القديم. لو نيجي نشوف كده الفينيقيون اللي هم أصل الأصل المراكب، هم اللي صمموا المراكب والسفن، كانوا يعملوا المركب عرض متر وطول 2 متر. طيب الرومان كان عرض متر ل10 متر.
لكن ربنا قال لنوح ايه؟ متر لستة متر. وحاجة كانت غريبة، لكن نوح أطاع، أطاع طريق ايه؟ طريق الخلاص. لو نيجي نشوف الأيام دي بقى بعد التطور الكبير في المراكب والسفن، دلوقتي قياس السفن واحد لستة زي ما قال ربنا زمان لنوح. يعني دلوقتي السفن الكبيرة دي العملاقة تبني عرض متر لستة متر زي ما قال ربنا لنوح من 5000 سنة. وفضل نوح في الفلك وعمل زي ما قال ربنا وأطاع ربنا، وفضل ماشي في الفلك وجد بعد كده الطوفان وخلى إيه الفلك هو الوحيد اللي موجود. طيب هل كده خلص نوح؟ مخلص نوح لسه. إمتى خلص نوح؟ لما ابتدى يبعت الأول الغراب اللي راح وما جاش، بعد كده بعت الحمامة، ما جات الحمامة، جات له بإيه؟ بورق الزيتون، ماشي. والحمامة دي كانت رمز لمين؟ لست العذراء. وغصن الزيتون رمز لمين؟ للسيد المسيح. لان معنى ان في ورقه في بق الحمامه دي يعني الحياه بدات من جديد، في حياه يا نوح بدات من جديد، خلاص الارض نشفت وابتدت الحياه. والسيد المسيح هو ايه؟ رمز للحياه، ان هو قال عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياه. وزي العذراء ما حاوت السيد المسيح بطنها، برضو الحمامه خدت الحياه اللي هي الورقه بتاع الزيتون دي في ايه؟ بقها، وقالت لنوح هو من هنا دلوقتي بدا الايه؟ الخلاص. علشان كده خلاص نوح ما بداش غير ما ايه؟ مبشرته ايه؟ الحمامه، زي ما العذراء مبشرتنا بوجود السيد المسيح. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. المكتبة الصوتية لاجتماع أولاد الله كنيسة رؤساء الملائكة بالجيزة تنقل لحضراتكم العظة الأسبوعية جناب الأب الموقر القمص يوانس كمال في يوم الجمعة المبارك 8 أغسطس 2014، والعظة بعنوان جعلت الرب أمامي في كل حين الجزء الثاني. ليعطينا الرب أن نسمع ونعمل بهذه الكلمات بصلوات صاحب الغبطة والقداسة الباب البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المكرم الأسقف الأنبا سيئودوسيوس، لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بدينا امبارح صوم الست العذراء، وبديناها في مغاغة امبارح، كان لينا سهرة مع الشعب مغاغة بحضور سيدنا أنبا أغاصن، وكانت بركة كبيرة. وربنا إن شاء الله يعطيكم بركة هذه الأيام. وصدق ولا بد أن إيه؟ تصدق. هنقول كم حاجة على الست العذراء كده بمناسبة أيامها الحلوة. أنا كنت قلت لكم قبل كده الحكاية دي، أن البابا كيرلس كان له دالة مع القديسين، أنا شخصيا ما أقدرش أعملها، هو كان له كده عشم، يعني كان ممكن مثلا يجي قدام الرجيرس يقول له يا عم ما تشد حيلك معانا، أو يجي قدام أبو سيف يقول له أنا مخاصمك، أنا ما أقدرش أعمل الحاجات دي. لكن هو بينه وبينهم إيه؟ في دالة وعشم. ففي مرة في صلاة عشية زي ما رفعنا احنا البخور، كان نزل بالشورية ومعاه الشماس ماشي وراه ماسك علبة البخور، وجاي عند المقصورة بتاع الست العذراء زي عندنا الورا دي، وقال لها ايه؟ صباح الخير يا عذراء، عاملة ايه يا ست الكل النهاردة؟ الشماس قال يا عيني سيدنا عشان بيصحى بدري الأمور دخلت على بعض عنده ومش عارف الصبح من الليل، بيقول لها صباح الخير مع ان احنا في رفع وخور ايه؟ عشية. فحصل امر غريب، ان البابا كيرلس اتدور للشماس ده وقال له ايه؟ يا اخويا انا عارف ان احنا في عشية، لكن دول ما عندهمش ليل يا ابني، دول حياتهم نهار على طول، في اي وقت نقول لهم ايه؟ صباح الخير. في نهار على طول ويا يسوع، في نهار على طول من غير دموع. وعشان كده الكنيسة بتعيش التسبيح
صبحي نهاري تقوم الكنيسة في نص الليل وتقول ايه؟ قوموا يا بني ايه؟ بس ده الدنيا ليل، يقولك لا احنا ما عندناش ليل، احنا ليلنا نهار ونهارنا ليل. بتوع الخطية عندهم كل حياتهم ليل، لكن بتوع النعمة كل حياتهم ايه؟ نهار. بتوع الخطية حتى لو غنوا يقولوا يا ليل، ما يقولوش يا نهار. لكن أولاد النعمة يقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، وهو ده البابا كيرلس. وصدق ولا بد أن إيه؟ أن تصدق. هقولكم على حاجة عن أب معاصر أنا كتبت عنه كتاب اسمه كاهن بني صامت. كاهن بني صامت. كاهن بني صامت ده روائع النعمة اللي فيه. في يوم راح زار بلد موجودة لغاية دلوقتي اسمها إبشاق. إبشاق دي تبع بني مزار، وكان البلد دي ما فيهاش كنيسة. فكان راجل طيب يلف على البلاد كده ويليل عليه الليل، ينام عند أي حد ويصحى يفطر عند بيت تاني ويلف على المسيحيين يعني. ففي مرة لف على البلد وجي ماشي وماشيين وجماعة 3-4 رجالة معاه مسيحيين ماشيين وراه بيودعوه يعني، وجي في شارع من الشوارع ولو وقف كده وتثبت ورفع ايديه لفوق وقال ايه؟ سلام لك يا عدو، سلام لك يا ام النور، يا ابانا الذي في السماوات. حواليه مال ابونا؟ ابونا ماله؟ في ايه؟ في ابونا؟ قال لهم في مسبح للست العذراء هنا. هنا فين؟ في الشارع. قال لهم ايوه في الشارع ده في مسبح. فاللي ماشيين معاه قالوا زي بعضه، يا ابونا في مسبح في الشارع، ما هو يعني العمليه ايه؟ بالعقل ما تمشيش. ابونا ابراهيم ده اتنيح، والشارع ده ما كانش شارع كبير، كان حوالي شارع 40 متر طوله يعني، وفي بيتين، بيت نصارى وقدامه بيت مسلمين. في يوم من الايام عيال دول اتخانقوا مع عيال دول، الرجاله سحبوا النبابيت والخناقه وسعت وسح فيها دم. اتلموا عند العمده، العمده قال بص يا صلاح يا ابو جرجس. قالوا نعم يا عمده. قال له تقفل باب بيتك وتفتح من الشارع الثاني بيتك، بصص على البيت على الشارع الثاني، افتح باب واقفل البيت. قال له حاضر يا عمده. وانت يا محمود بيتك بصص على الشارع اللي ورا، اقفل باب بيتك وافتح على الشارع الايه؟ قفله، واصبح الشارع ما فيهوش ولا باب. يوم النصارى ده رحلوا على العمده، يا عمده كتر خيرك، طب ما تسمح لنا نقفل الباب من الشارع ده من هنا ومن هنا ونعمله كنيسة. قال لهم ما عنديش مانع، ما عنديش ايه؟ مانع. دفعوا المانع، بقى ما فيش ايه؟ جابوا طوب وسدوا الشارع من هنا وسدوا الشارع من هنا، والمكان اللي وقف فيه ابونا ابراهيم اتعمل فيه مسبح للايه؟ للست العذراء. وبدت تبقى كنيسة، وشوية شوية اشتروا بيت صلاح ابو جرجس وخدوا بيت محمود ابو معرفش مين وانضموا، ودلوقتي بقت كنيسة بمنارات، ها بقت حاجة كبيرة قوي. لكن السر في ابونا ابراهيم لما قال ايه؟ في مسبح للست العذراء هنا، في احساس بالست العذراء، في نعومة التعامل، واحد يحس بقلب أمه، وأنا أمي العذراء، أم حبيبي أم الله، أنا أم العذراء أم حبيبي أم الله، في أحشاء بسر عظيم
كريم هللويا انا انا ام العذراء انا انا ام العذراء انا 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 ام العذراء ملاك بشر باعظم بشرى في الوجود والروح لتصير أما للمعبود أنا أنا أم العذراء أنا 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 أم العذراء ولدت وهي عذراء وبكر باتون وهذا الباب يظل مغلق وتم القلدانة أنا أم العذراء أنا أم أنا 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 أم العذراء بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كان لنا لقاء الأسبوع الماضي حول الاتكال على الله، وهقرأ الآية بتاع الأسبوع اللي فات اللي بتقول أبارك الرب الذي نصحني وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. ليه يا عم داود؟ يقول لأني جعلت الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني فلا أتزعزع. مزمور 16 عدد 8. اتكلمنا الأسبوع اللي فات وقلنا إن الكلام اللي بيقوله معلمنا داود ده ينفع شعار، ينفع مبدأ، ينفع خطة حياة، ينفع إعلان لبيت هيعيش إزاي، أو مدينة هتعيش إزاي، أو جماعة أو أمة أو جماعة رهبان. لك جعلت الرب إيه أمامي إمتى؟ في كل حين. ليه؟ لأنه عن يميني فلا إيه أتزعزع، لأن ربنا عن يميني الممسك بيميني فأنا لا أهتز لا تخف، لأني أنا الرب الممسك بإيه بيمينك. شعار الرب ليك النهاردة بيقول لك ما تتهزش يا ابن اطمن اوعى تخاف، انا ممسك بيمينك ادبر حياتك حيثما سرت اسير، امهد لك الهضاب، اعد لك الطريق، اعطيك من الخيرات حتى تقول كفانا كفانا يا رب احنا شبعنا مش عايزين تاني، تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف ايه تكمل. احبائي ربنا لما يديك نعمه وتعيش في الوصيه وتعيش بامانه المسيح تحس انك غني جدا 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 جدا، تحس انك مش محتاج حاجه،
تحس انك اغنى من كل الدنيا. لو مسكوك مال الدنيا كله تقول ده هيعمل لي ايه؟ انا متغطي بستر مين؟ بستر ربنا، مش محتاج. علشان كده ربنا الليلة دي بيدي لك عدة دروس وديك عدة مفاهيم، حتى لو الدنيا كلها قامت عليك. ويقول داود: أكثر من شعر رأسي الذين أبغضونني بلا سبب. ما لو كان عمل حاجة داود ده كانوا قطعوا حيطه. يقول لك: كادوا يفنونني باطلا. لكن عقل داود البشري يقول: ويل لي، حتما سيقتلني شاول، شاول هيخلص علي. فين شاول يا داود؟ يقول لك: انا مش عارف. قال: مالك يا عم داود؟ يقول لك: ما اصل انا بقيت راجل عجوز. عجزت يا داود؟ يعني عشت لغايه ما بقيت عجوز؟ فين شاول اللي كان؟ لا، فين شاول؟ لا يستطيع انسان ان يمسك ما دام الله معه. وان كان الله معنا فمن علينا؟ في دروس هناخدها من هذا المشهد. اول درس نتكلم فيه الليله دي هو نعمه الاتكال. جعلت الرب ايه؟ عايز اسمع. جعلت الرب ايه؟ جعلت الرب امامي. ليه؟ لانه عن يميني. عن يمينك ماسك بايدك. يمينك يعني ايه؟ يقول لك: يمين الرب صنعت قوه، يمين الرب رفعتني. ربنا ماسك بايدك ويقودك من موكب الى موكب، ومن مشهد الى مشهد، ومن نصره الى نصره. النهارده ربنا لما يكون معاك ويحفظ حياتك يقول له: احفظني يا رب لاني عليك توكلت. المزمور اللي قريناه دلوقتي: احفظني يا رب لاني عليك ايه؟ توكلت. امال ايه؟ لم ارى صديقا تخلي عنه. ربنا ما سابش حد. ده ربنا ده بيبعت لفراخ الغربان قوتها. ربنا بيطعم العصافير العامية، فراخ العامية اللي بتشوفش، يدوك تفتح المنقار تلاقي الهفوف والبتاع الصغير ده يجي لها يخش بقها تاكل وتتمزز، بتتمزز بالحس لكن مش شايفة. طب مين اللي بيبعت لك يا عصفورة؟ ربنا. ربنا جعلت الرب ايه؟ امامي. يا رب جعلت مين امامك؟ وجعلت مين امامك؟ تقول لك: الحمد لله، نشكر ربنا، مرتب الراجل كويس ومكفينا وعايشين كويسين. ومرتب الراجل اللي مكفيكي؟ طب انا وانا صغير لسه كنت بحكي الحكايه دي النهارده في مكتبي الصبح مع اب كاهن كان بيزورنا، ربنا يديله الصحة. بيقول: الرغيف ده بكام؟ فقالوا له: ده بربع جنيه. قالوا: بس كويس يتاكل. فأنا هزيت دماغي. بيقول لي: بتهز دماغك ليه يا ابونا يا يؤنس؟ قلت له: يا ابونا وأنا صغير كانت أمي تديني بشكير حمام وخمسة ساغ، خمس قروش، اروح اجيب 10 ترغفه والفهم في البشكير، لان كان عيب البيت ما يخبزش ويشتري عيش من بره، عيب. فكنت الف كويس عشان ما حدش يعايرني يقول: يا اللي بتشتروا عيش من السوق، ما عندكوش فرن في البيت، مش قادرين تخبزوا. لكن كنت بجيب الرغيف بتعريفه او العشر ترغفه بخمسه ساغ. النهارده الرغيف بيقول: يا سلام، بربع جنيه وكويس يأكل. يعني الرغيف زاد كم ضعف؟ 20 25 ضعف. صدقوني اللي قاعد على الرصيف بياكل وبيفضل عنه الايه؟ الاكل.
يعطي فراخ الغربان قوتها، محدش بات جعان. أبوك السماوي مهتم بكل أحد. عليك يا رب رفعت نفسي، توكلت عليك يا إلهي. إيه الكلام ده؟ الكلام ده اللي ليك تتكل عليه. وأنا عايز أقول لك الاتكال على الله، سيبنا من السندة العالمية البطالة، سيبنا من مجد العالم الخادع. بيقولوا مرة جحا راح يشتري بقرة، فقابلوا جماعة، راح فين يا جحا؟ قال لهم رايح اشتري بقرة من السوق. قالوا طب يا عم قول ان شاء الله. وين دخل الله في الحدوتة دي؟ اين دخل الله في الحدوتة دي؟ القرشينات في جيبي والسوق مليان البلد كلها بقر. طب يا عم جحا، عم جحا راح السوق والدنيا زحمة، رزق بولاد الحلال، لطشوا منه الايه؟ القرشينات. راجع جحا مدلدل ودانه وبيسند على العصاية، يا عم جحا ما شريتش البقر ليه؟ قال لهم بالاتكال على الله اتسركت وما عادش في جيبي ولا مليم. المرة الجاية هقول لكم بإذن الله. أيوة، إلقي على الرب إيه؟ اتكالك. إلقي على الرب اتكالك. رايح فين؟ رايح تجيب إيه؟ رايح تشتري إيه؟ رايح تبيع إيه؟ يا حبيبي أبوك السماوي بيقول لك لا تهتموا كيف أو بما. هينزل من السماء يعني؟ هيحدف لك كده؟ طب وليه لا؟ ليه لا؟ مين يخطر بباله ان انبا بولا كان كل يوم بالساعة والثانية يجيله الاستاذ غراب، غراب الخطاف اللي بياخد اللي ما بيديش، وجايب له رغيف وحتة غموز كل يوم؟ ما عندوش اجازة الغراب ده؟ لا. ما عندوش اجازة مرضي؟ لا. ما عندوش اجازة مصيف؟ لا. لان عناية ربنا، ربنا قال عيني عليك من اول اليوم، من اول السنة، من اول العمر لاخر العمر، مش هيحود عينه عنك، انت تحود عينك عنه، لكن هو لا، لان هو راعي، هو راعي، هو اب. وقال هداود الرب راعية، 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 مش رعينة. داود حاسس ان ربنا ده ملاكي، ربنا ما وروش الا داود. الصبحية يقول ايوه يا داود افندي انا تحت امرك يا داود افندي، بالليل يا رب ايوه يا داود. هو ربنا وراه حاجه غير داود؟ يقول لك قوتي وتسبحتي هو الرب، وصار لي خلاصا مقدسا. عشان كده ابوك السماوي اللي عينه عليك من اول السنه الى اخرها، اللي بيرعاك رعايه ابويه، يرعاك رعايه سمائيه. يعني فيش يوم الغراب بتاع انبا بولا جاب له حته جبنه محمضه يعني؟ لا. وربنا لما يبعت حاجه يبعت حاجه فسدانه؟ لا. ده ربنا السماوي الهك القدوس لما يبعت لك حاجه يبعت لك حاجه 10 على 10، يبعت لك حاجه تقول له يا سلام يا رب ما اجملك وما اروعك. طب ما فيش ليله انبا بولا بات جعان يعني هضم، وقال لو كان ربنا النهارده بعت لي رغيف يعني رغيف ونص، ولا هو كان نص رغيف وكان يشبعه لتاني ايه؟ لتاني يوم. طب ايه رايك في دي؟ راح انبا انطونيوس وزير انبا بولا وقاعدين يتكلموا بتسابيح وعجائب، والبوسطه جت، البوسطه جت، الغراب ويج ويج، تعالى يا غراب، تعالى حبيبي، تعالى قرب
أم بنطونيوس مش غريب عننا، يروح جايب له رغيف كامل وجواه الغموز، يرفع عينه أم بابولا كده يقول له ايه، حتى الضيف بتاعي، حتى الضيف بتاعي انت مهتم بيه؟ لا ده مش مهتم بيك وبضيفك. انا مرة كلمتكم عن القديس بطرس لما كان صابح يتعدم وكان مربوط ب16 عسكري، فاكرين الحكاية دي؟ ها؟ مربوط ب16 جوه السجن في المحرس الرابع، يعني جوه خالص، وجي الملاك يقول له بطرس، عم بطرس نايم بيشخر، انا بستغرب على واحد هيتعدم الصبح وجاله منين النوم ونايم بيشخر؟ يا حبيبي ده النوم ده نعمة، ويعطي نعمة للذي ايه يحبه، ها يعطي محب، يعطي احباء نوما، يقول الكتاب كده، وينام وينعس وربنا يتمجد ويتعالى. ويجي الملاك ينخذ بطرس يقول له اصحى يا اخي، يقول له مين؟ يقول له قوم قوم، هروح فين؟ ده انا مربوط ب16 عسكري كلهم ناموا. طب والسلاسل الحديد اتفكت. يا حلاوه، يا حلاوه عليك يا رب، اهدى. بطرس نايم ويسيب الحمل كله على مين؟ على ربنا. ال16 عسكري ناموا والحديد ايه؟ اتفك. قوم يا بطرس. قام خد خطوه والتانية وهيطلع، الملك شده من قفاه قال له تعالى يا اخي رايح فين؟ قال له انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ قال له لا، انت عايز توديني في داهيه يعني ولا عاوزنا اتخذ مخالفه عند ربنا يعني؟ ليه يا عم؟ قال له انت جيت من غير ما تلبس الجزمه، ارجع اربط النعل. وساعتها كان النعل سيور تتلف حول الرجل وتتربط وتعمل فيهم، كانت تاخد لها ايه؟ تاخد لها وقت. بس ده انا ما صدقت، بعدت عن ال16 المخبر اللي ورايا دول. ارجع يا بطرس. رجع. قال له يا بطرس؟ قال له نعم. قال انا واخدك مستلمك من ربنا وماضي على السركي انك انت لابس جزمه، اسلم العهده ناقصه يا بطرس؟ ما ينفعش. يا 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 نوم نعس، الحديد يتفك والعساكر تنام، والبس الجزمه على سنجة عشرة، على سنجة عشرة. وخرج بطرس لأنه ألقى على الرب إيه؟ اتكاله. فرق بين واحد وواحد، فرق بين واحد بيفهم وواحد ما بيفهمش، فرق بين واحد يدرك سكن الله في قلبه وواحد يا ده أنا عايز أقول لك ده لو جالك الله لا يسمح سو ولا شر، ربنا يحول السو ده مصلحة ليك. مرة حكيت لكم عن الست اللي بعتت لابنها الجواب، ايه اللي جواب ده؟ الواد في الجيش فعايزة تطمن عليه، فملت واحد قريبها اكتب له يا اخويا، يا ولدي اتكل على الله وربنا يحفظ غربتك ويستر عليك في دخولك وخروجك وحافظك، حافظ اسرائيل. في الجيش بيفتحوا الجوابات، قروا الجواب ولقوا اسرائيل وركبهم ايه؟ 100 عفريت. اسرائيل عميل، عميل اسرائيلي ارموه في السجن. لما نروق له ونحقق معاه ونجيب الشبكه اللي هو شغال فيها، وما كان اترمى في السجن والوحده بتاعته اتقتمت على خط القنال، وجدنا خدت الوحده واللي فيها، ولما رأت الدنيا سحبوه يحققوا معاه. ايه يا ابني حكايه اسرائيل دي؟ قال لهم دي ايه في الانجيل عندنا، وكلمه اسرائيل يعني حبيب الله، اسرائيل اسره ايل، فدي يعني امي ست بسيطه. قالوا اه طيب. يرجع وحدته، دوروا على وحدة ليه؟ ما لقوش. طب الكتيبة
كتيبة ماتت. طب السرية ماتت. طب الفصيلة ماتت. طب الخيمة ماتت. قال يا عسكري روح قول لأمك فعلا يا ماما حافظك ايه؟ حافظ اسرائيل. يا حبيبي الهك اله اتكال، الهك جعلت الرب ايه امامي كل حين. انه يعني ايه؟ يعني جميع شعور رؤوسكم محصى. يعني محصى يعني شعرك معدود على الفرازة، شعرك معدود شعرة شعرة. علشان كده اقول اللي بيقولوا احنا بنزرع الشعر، انتوا كدابين. ليه تحط لها سبخ؟ بتزرع ايه يا ابو شعر؟ يقرع انت. حد يزرع الشعر غير اللي زرعه؟ حقيقي الهك هو اله الزرع والحصاد، اله القوة والنماء، اله الدفاع والاحتماء. علشان كده اقول لك الليله دي ابوك السماوي بيديلك نصرة. اله الاتكال، الاتكال. علشان كده قدامنا مثل زي داود. داود داود ده كان صغير، كان ولد زي الولاد اللي قاعدين جنبي دول الحلوين ربنا يبارك، وماشي كده ولقى حلقة كده زي بتاعت الحاوي اللي كنا نشوفها زمان، الراجل اللي بينفخ في النار واللي مش عارف ايه وينام على سكينة. فداود عيل قال لك اتفرج اشوف في ايه. لقى واحد عضلات كده، واحنا كنا يعني بنشوف الحاجات دي في السرك ومش عارف ايه، واحد يجيبه حجر يعني مقطوم ولازقينه بجبس خفيف كده، يقول لك الراجل ده هيكسروا الحجر على دماغه، يشيل الحجر ويجيبه من الزبة دب من اول، لانه ملزوق بجبس ايه خفيف حركات يعني كده. وقال الراجل يا عيني كسروا الحجر على دماغه. ده دخل يشوف الفتو ده ابو عضلات، لقى الراجل بيقول ايه؟ لو في راجل في اسرائيل، اسرائيل ما فيهاش راجل. ورجالة اسرائيل كل واحد دخل وقفل الباب، فينكم يا رجالة؟ لا يا عم ده راجل شرير، وده أصله جلياط، وجلياط يعني مجليط، ومجليط يعني شايف نفسه، ومجليط يعني عضلات، ومجليط يعني فتوة، ومجليط يعني محدش يقدر يقف قدامه. ايه يا عم جلياط؟ بيعير شعب إسرائيل. الولد الصغير ده دخل وقال له انا، فضحك جلياط، يا ولد روح لاحسن امك تلبس اسود عليك الليله دي روح. قال له مش هروح. يا ولد امشي. مش همشي. يا دي اسمك ايه يا هلا؟ قال له اسمي داود. داود عارف يا واد يا داود، انا لو كحيت فيك هلزقك في الحيط. عارف يا واد يا داود، انا لو ضربت صباعي ببطنك هيطلع من ظهرك. روح يا ابن روح. قالوا لا، قالوا بقول لكم ايه، جعل قدره. طب لبسوه، لبسوا داود بتاع بدله صفرة كده عليها نياشين نحاس، حاجات على الكتف كده وحاجات متعلقه على الصدر من هنا ومن هنا. وداود لبسوه قعدوه على كرسي، قال له خلاص يا عم قوم. قال لهم ما قادرش. ليه يا حبيبي مش قادر؟ قال لهم بتاع اللي انتوا حاطينه عليا ده تقيل قوي، تقيل قوي. يعني ده احنا لسه ما حطيناكش الخوذة. قال له ده انتوا لو حطيتوها دماغي هتبقى تحت، بلا خلعوني. قال له هتخش على جلياط عنتر،
من غير ألم. أيوه. وراح كده جنب الحيطة كده نقى خمس زلطات ومعاه نبلة بلاستيك كده، نبلة نبلة تسميها عصافير. وقف قدام جليات، جليات جاي له كده وقال له ها، قال له اسمع مين اللي بيتكلم؟ داود، أنت تأتيني بسيف ورمح، أما أنا فآتيك بإيه؟ بقوة رب الجنود. إيه ده؟ إيه ده داود ده؟ إيه الروعة دي؟ إيه عمل النعمة دي؟ إيه الحاجة اللي تفرح قلب ربنا دي؟ إيه الجمال الروحاني ده؟ وطبعا جلياط حاطط بقى سدير واقي وخوذة ما بين اللي عينيه وخوذة فوق دماغه وحاجة كده تفرح القلب الحزين. وعم داود يمسك البتاع النبلة ويطوح ويروح طارع أول زلطة تيجي فين؟ بين عينيه في النضارة، بين عينيه جت شديدة فخبطت جوه دماغه عملت له تربنة، فقد الايه؟ فقد الوعي. عم داود بيحط ايده في جيبه عمال ايه بتعمل ايه يا عم داود؟ قال لك بشيل الاربع زلطات التانيين لان ما تحرمش الواحد يقابل جليات تاني. ها اصطادوا من اول ايه؟ من اول زلطه. وتمشى داود على مهله كده وقعد في الارض يشد بيديه واسنانه يفك الكبسونه بتاعه السيف، وطلع السيف وعمال يشد وحط السيف الحامي على رقبه جليات. وها ها الواد ما فيهوش حيل، ما فيهوش حيل، لكن انت تاتيني بسيف ورمح. جعلت الرب ايه امامي؟ مين يقول؟ مين يقول؟ مين يقول اللي حرقوا لنا 80 كنيسه في يوم يتشالوا في لحظة؟ في لحظة. جعلت الرب ايه امامي؟ في رب، هو ده ربنا، هو ده الهك يا نصراني. الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. جعلت الرب ايه امامي؟ انه عن يميني، عن يميني فلا ايه؟ فلا اتزعزع. النهاردة ربنا بيديك نعمة، جعلت الرب أمامي، بيديك نعمة اسمها نعمة الاتكال. الاتكال، اوعى تتكل على مالك، اوعى تتكل على حالك. يا مناس كان يضرب الأرض تطلع مية، لفت الأيام واحتاجوا اللي يسقيهم كوباية مية. يا مناس صدقوني انا كل يا واحد اعرفه حق المعرفه كان حاطط ربنا ورا ظهره، الخمره هي سيد الموقف، سيد الموقف، خبطه في الواد وخبطه في البنت، ركع ركع. القوي له الايه؟ لا ومنه لك اله أقوى من الكل، على الكل إلها مباركا، على الكل شديدا، إلهك على الكل عفيا، إلهك قريب منك جدا. جعلت الرب أمامي، هو قدامك، كلمه كلمه قدامك، عن يمينك حط دراعك في دراعه يا أخي، امسك في ربنا وقول له تعالى لن أتركك إن لم تباركني. ما تقولش الهم، اتكل على ربنا. بكره البت يا ابونا تكبر وعايزه جهاز، اجيب منين يا ابونا؟ ده انا عندي 3 بنات يا ابونا. الهك مش هياخد اجازه، ما عندوش اجازه سنويه، ما عندوش اجازه مرضيه، ما عندوش اجازه عرضيه، معاك على طول الخط، وهو مدبر كل حاجه، والبنات هيتجوزوا ويخلفوا
وتعمل لهم سبوع وتفرحي بيهم إلهك. يعني أنا أختم لكم النهاردة بقصة كنت حكيتها لكم قبل كده عن واحد عايش في قرية اسمه عم باسيليوس. عم باسيليوس راجل طيب وعنده أرض زراعية وناس شغالة وداخلة وطالعة، يوم الحد يلبس الطربوش ويحط الزر على جنب كده ويمسك العصاية العوجة وحاطط فيها حتة ماسورة من تحت عشان لما يخبط في الأرض تعمل إيه؟ تدب يعني. خواجة باسيليوس جه وله مكان معين جوة الكنيسة و فكان الشيء الجميل ان ابونا السماوي حب يدي عم باسيليوس درس. عم باسيليوس جوا الكنيسه له مكان جنب العمود، الكرسي اللي قدام العمود ده محدش يقعد عليه ابدا، ولو جينا واحد يقول له قوم يا واد ده كرسي عمك باسيليوس الخواجه باسيليوس. وفي يوم حد ابونا راح وقف القداس وعم باسيليوس ما جاش، فهنا خلص القداس وقال لك ارجع اشوف عم باسيليوس يعني لحسن يطقمص، ما هو راجل قماص. فهنا خلص القداس وخد قربانه وراح لعم باسيليوس. عم باسيليوس خير يا عم باسيليوس، انشغلنا عليك خالص، انت وحشتنا، كنيسه كانت ناقصاك النهارده. قال له بص يا ابونا عايز اسالك شويه اسئله. قال له اتفضل يا عم باسيليوس. قال له بص يا ابونا انا بدفع الاشتراك للكنيسه كل شهر ولا لا؟ قال له بتدفع. قال له ببعت لك الدقيق بتاع القربان ولا لا؟ قال له بتبعت. قال له بديك العيديه كل عيد ولا لا؟ قال له بتديني. قال له لما كنت بتبنوا في الكنيسه انا عملت الواجب ولا؟ قال له عملت يا باسيليوس. قال له ليه ربنا يعمل فيا كده؟ ليه بيعاملني المعامله الوحشه دي؟ قال له خير يا عم باسيليوس، خير ان شاء الله. قال له بص يا ابونا حته الارض اللي انا زارعها قمح، انت عارف ان العيله يعني العيال كتار هي بتجيب 12 اردب واحنا كل شهر بناكل اردب. السنه دي يا ابونا جمعنا القمح وكيناه طلع 10، جبت اسكندر الكيال، اسكندر الكيال ده تاني مشهور احسن واحد كيال يكيل، لقاهم 10. ليه ربنا بيعمل فينا كده؟ ليه جوعنا شهرين؟ اديك انت بتاع ربنا وانا ما قصرتش في حجر، اسال ربنا. قال له خلاص يا عم بس بكره هعمل قداس واسال ربنا واجي ايه اقول له. فما كان من ابونا راح تاني يوم وعمل القداس، وبعد القداس خد قربانه وراح لعم باسيليوس. يقولي لعم باسيليوس على الباب ربنا عطله فكره. قال له عم باسيليوس، قال له نعم. قال له ربنا بيقول لك عارف الست ام حبيب اللي قاعده بره البلد اللي عايشه في اوضه صاج صفيح وعندها 4 عيال يتامى؟ قال له ايوه عارف الشحاته دي. قال له ايوه. ربنا بيقول لك اذبح لها وزه واعمل لها ملوخيه واديها لها تتعشى وربنا يديك درس. قال له اكفن الاردبين يعني؟ يبقى اردبين وكمان اذبح ايه وزه؟ دي معرفه ربنا بالخساره. لا ربنا ده ما ينفعنيش يا ابونا. قال له يا عم ينفع. قال له بقول لك ايه، خطر في باله حاجه. ندى بنت يا هنيه، بنت يا هنيه. قلت نعم يا عم، يا عم المقدس باسيليوس. قال لها يا بنتي مش قلت امبارح ان في وزه مدروخه هتموت؟ قالت له ايوه. قال لها ماتت ولا لسه؟ قالت له لسه بتطلع في الروح. قال لها الحاجة اذبحيها عشان يديها للست الايه؟ ما هالبايره على بيت ابوها. ذبحت الوزه وريشتها ونظفتها وحشتها
وسلقتها وعملت ملوخيتها والدنيا طرت كده، حب ينفذ كلام ابونا. قال لها اندهي لي ثلاث رجاله من العيال، ولا ثلاث بنت، هاتي ثلاث بنت. واحده حطت الوزه في صينيه وشافتها مكشوفه كده عشان الناس تشوف الخواجه بسيريوس وهو رايح يودي وزه للغلبانه. واحده حاطه حله فيها الشوربه، واحده الملوخيه، واحده العيش، ثلاث اربع بنات ماشيين وراه. وعم بسيريوس عمال يعدل في شنبه بقى يقول ايه اللي عند الله ما يروحش. كل اللي قبله يقول له صدق اللي عند الله ما يروحش، كله لله، كله من خيره، كله من فضل الله. عمل للست ايه؟ فضيحه. النصيه اللي بعدها للناس قاعدين على القهوه، نهاركم سعيد يا اولاد. هو الغلبان مش من حقه برضه ياكل وز ولا مش من حقه؟ الغلبان لا، العز وز، والغلبان ده لازم ياكل وز برضه. وهي ام اسحاق دي ولا بتاع الغلبان ام حبيب دي مش من حقها تاكل وز بالهنا والشفا؟ ما هي كانت هتموت. لغايه ما وصل للست كان الايه الدنيا بدت الدنيا، فبالعصايه وانا قلت لكم حاطط فيها ايه حته ماسوره من تحت، دب دب دب. يقول لي ام حبيب فتح، قلت له خير؟ خير يا عم باسيليوس. قال لها معلش يا بنت، انت مش واخده على اكل الوز، ممكن يتعبك ويتعب بطنك، ما انت الوز يعني تقيل عليكي، ما انت طول عمرك على الوكل على عيش الحاف. بص يا بنتي دي وزة على ماجوسهم، اكلي عيالك اللالا دي. قلت يا عم باسيليوس ده انا عيالي اكلوا من ساعة وناموا. قال لها بكرة. ضربت على صدرها ام حبيب، قلت له ليه؟ هو مسافر ولا مش معود؟ قال لها مين اللي مسافر؟ قلت له ربنا. مش معود ياكلنا اكل بايت، اشمعنى اللالا دي ياكلنا اكل بايت؟ احنا ما تعودناش منه ناكل اكل بايت. يا عم عم باسيليوس خد وزتك معاك، وبكره ربنا هيبعت لنا اكل ايه؟ اكل صابح. رجع عم باسيليوس مدلل دماغه والزر بتاع الطربوش نازل على عينيه، يقول ما عندهاش اكل بكره، وبتقول ربنا عمره ما اكلنا اكل ايه؟ اكل بايت. وانت يا باسيليوس عندك قمح يكف 10 اشهر وعايل هم. يا ابن اطمن اوعى تخاف، انا يسوع راعي الخراف، جعلت الرب ايه امامي، انه عن يميني فلا اتزعزع. يباركني الرب ويبارككم، يحفظني ويحفظكم، يثبتني ويثبتكم. بركة أبونا الطوباوي البابا البطريرك أنبا تودروس الثاني شريكه في الخدمة الرسولية، أبونا الأسقف الطاهر الأنباسي أودوسيوس، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. قول عدد 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 واحد. نقول عددين من طوباك يا عذراء مريم، يا شفيعة في البشرية، ابنك فدانا جه واشترانا ووهبنا حياة أبدية. طوباك يا عذراء يا مريم، يا شفيعة في البشرية، يا ابنك فدانا جه واشترانا، ابنك فدانا رانا ووهبنا حياة أبدية، ووهبنا حياة أبدية. مباركة أنت في النساء يلي رفعتي راس حواء، قدوس المولود منك، قدوس المولود منك، ويدعى اسم ابن الله، ويدعى اسم ابن الله. طوباك يا عذراء يا مريم، يا شفيع في البشرية،
ابنك فدانا جه واشترانا، ابنك فدانا جه واشترانا ووهبنا حياة أبدية، ووهبنا حياة يا السيد يعطيكم آية الأشعياء بصوت التهليل، إن العذراء تحبل وتلد، إن العذراء تحبل وتلد، إن العذراء تحبل وتلد طفلا اسمه عمانوئيل، طفلا اسمه عمانوئيل. طوباك يا عذراء يا مريم يا شفيع في البشرية، ابنك فدانا جه واشترانا، ابنك فدانا نا، ابنك فدانا جه واشترانا ووهبنا حياة أبدية، ووهبنا حياة أبدية. يا أرد على كم سؤال. أخ كاتب بيقول سلمني أحد الآباء الكهنة ظرف به مبلغ من المال لتسليمه إلى أحد الأحباء ولم أوفق في مقابلة هذا الشخص، فكان علي رد الظرف إلى أبونا الكاهن ولكن لم أجد الظرف يعني، وبحثت عنه كثيرا وبدون فائدة، فقلت بصوت مسموع يا أم النور في أول يوم من صومك يا شهيد والله والنس يا قديسة مهرائيل، لو لقيت الظرف سأضع 10% من إجمالي المبلغ. وفجأة تنبهت لمكان الظرف وجدته ولكن لا أعرف كم بداخله لأنه مغلق، فماذا أفعل؟ هذا الكلام. شوف يا ابني، طالما الظرف مقفول الله يحلك، احنا مش عايزين منك حاجة، ورجع الأمانة إلى إيه؟ أصحابها. ما وصلتش لأبونا، تعال قول لنا هو أبونا مين وإحنا نقول لك مكانه فين، أو نساعدك إنك توصل الأمانة لإيه؟ لأصحابها، لأن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. ربنا يفرح قلبك، وده عمل جميل منك. واحد سؤال بيقول أنا بنتي كان مغمى عليها، ذهبنا المستشفى ومرينا أمام كنيسة الملاك والأنبا والنس وطلبنا منهم النجدة والمعونة، والبنت أنا قابلتني أم البنت دي والحمد لله، ودي نعمة الله الغنية الممدودة، وجت عمل التمجيد عند الشهيد والنس، وربنا يديهم الصحة ويحافظ عليهم كلهم ولادنا. سؤال، ما هي قصة الأنبياء الصغار المحذوفة من الإنجيل؟ ما عندناش أنبياء محذوفة من الإنجيل. هل توجد فيه لدى الكنيسة المصرية رسم الشماسات سيدات؟ لا، اليد الكهنوتية لا توضع على المرأة، العذراء نفسها ما خدتش كهنوت، العذراء ما خدتش كهنوت، عشان كده ما يقولولي ده في واحدة ظهرت لها العذراء وإذا بتنزل زيت وبتدهن الناس، أقول لهم نصابة، العذراء ما زهنتش الناس بالزيت. ليه؟ جسم المرأة لا يصلح للكهنوت. نفضنا واقفة على المسبح وجالها العذر الشهري، هتعمل إيه؟ عشان كده ربنا عطى الكهنوت للإيه؟ للرجال. والرجل هو كاهن الخليقة، عشان كده لما بنعمل إكليل بنلبس الراجل بورنوس العريس
دليل عن هو الكاهن بتاع البيت مش الست. ربنا يديكم نعمة. شماسات، شماسات تقام بالتعيين اللي يلمس بتاعت مدارس الأحد أو التصوني. كيف صارع يعقوب الله لأخذ البركة؟ يا سلام، هي صعبة يعني يعقوب صارع ربنا؟ أقول لك يا سيد، أنا ابن بنتي اللي عمره كم سنة، 5 6 سنين، يقول إيه؟ لعبني يا جده. أقول له تعالى واعمل نفسي. قال أنا إيه؟ بتغلب. أي 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 إيه؟ وضحكت عليك، أنا غلبتك. اتغلبت بإيه؟ بمزاجي. ربنا عمل مع يعقوب كده. أب وابنه يا أخي، صارع يعقوب الله واتهزم من يعقوب، بس ربنا كسر له حق. يعني ربنا يدي نعمة. احنا عزتنا النهاردة كانت عن ايه؟ جعلت الرب. اللي عنده مشكلة يحطها على ربنا الليلة دي. اللي بيته تعبان، اللي ابنه تعبه، اللي بنته تعباه، اللي جوزها تعبها، لك يا رب وارمي عليهم مشاكلك. وانا اثق ان نعمة الله الغنية تدبر كل شيء بمقتضى رحمته. دي ايه دي النهاردة؟ طيب نمرة، دي نمرة 17. 17 اللي معاه 17 17 مش موجود، نسحب غيره. احنا ما عندناش توصيل الطلبات للمنازل. الغايب مالوش نايب. نمرة 14، تعال. كل سنة وحضرتك طيب، تفضل. روح الله مليني وبيني، روح الله مليني، صوت يسوع مني بيطمني، صوت يسوع. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تباركك نفوسنا، تعظمك قلوبنا، توكلنا عليك، مناش غيرك. انت السند، انت القوه، انت الساتر، انت الحامي، انت المدبر، انت حلال المشاكل. يا رب ضع يمينك علينا لكي لا نتزعزع. جعلت الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني فلا أتزعزع. ثبتنا في رضاك، عيننا على العمل بوصاياك، نجينا من كل شر وشبه شر، احفظنا من كل دنس العالم. بركة اسمك القدوس، دمك الكريم، بركة ست العذراء شفيعة هذه الأيام المقدسة. اسمعنا لما نقول لك بكل شكر يا أبانا الذي في يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة نعمة عطية الروح القدس مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم. ومع روحك أيضا.
حياته فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بقلم ودي، لكن الطريق